لو الحكاية فيها إن فيديو. السؤال الأخير، كنت حابة أعرف من حضرتك رؤية الحيوانات في الحلم، سواء كان ذئب أو كلب أو قطة أو ثعبان. هتخضع برضو في رؤوس ثابتة، الرسول فيه خمسة قال عنهم إنهم من أخسأ ما وجدوا في الأرض، فإن وجدوا قتلوا. ماشي. العقرب والثعبان، بس طبعا الثعبان ده له كلام تاني، يعني الثعبان ده مش قابل التعبان اقتله. الثعبان يستأذن فيقال للثعبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاما كاملا 3 مرات، فإن لم ينصرف قتل. ماشي. الثعبان والعقرب والبرص والحدقة، أنا طبعا ما أعرفش هو إيه الحدقة ده، يعني في ناس قالت الحداية بس أنا ما عنديش فكرة. فممكن يعني أعرف إن البرص والتعبان والعقرب والحدقة دي، في واحد كمان بس لسه، والفقر من الحاجات، يعني طبعا الفقر ينقل الطاعون ومن أخطر ما دهم البشرية. شوف احنا كل التقدم ده كله، وخلي أي مكان بس يظهر فيه شوية طاعون ويظهر فيه فران، كان الطاعون الناتج عن الفئران أشد فتكة من الإيدز والسرطان.